هكذا. فالإنسان يزن نفسه بالقرآن العظيم، ظاهره اللي يراه الناس يشهدون عليه قد يضرهم بسببك، قد تنفعهم أنت بسببك. فإن كنت على الاستقامة الظاهرة استقاموا، خصوصا من يحسن بك الظن من ولد أو أخ أو خادم أو جار أو محب، والمعصية كذلك نفس الشيء، قد يتساهل بالمعصية بسببك، فاحذر أن تكون سبب ودعاية لمعصية الله جل وعلا، واحرص أن تكون أسوة حسنة لغيرك في طاعة الله، واجعلنا للمتقين إماما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كنت أسوة حسنة فأنت معنى ذلك أنك تحرى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت أسوة سيئة فأنت مع إبليس، لأنه هو أول من عصى الله عز وجل واعترض على الله بحكمه. لا تكن ممن يعصي الله علانية ويعترض على الله بحكمه ويبارز الله بالمعصية والله يراه. عصمنا الله وإياكم معصيته، وفقنا للمسابقة والسبق إلى طاعته، وجعلنا المتقين إمام، والذي يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما. هذا أمر عظيم، العلاقة بالقرآن. فالبركة ليس لها حد، والعقوبة خطيرة جدا. والله تعالى قال عن القرآن العظيم: وإنه لذكر لك ولقومك، العرب خاصة، بعد ذكر للناس عامة لكن العرب خاصة لأنهم هم أول من خوطب بالقرآن. فلا تكن أنت أول وأظهر من يخالف القرآن، يخالف السنة، تبلغك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أنا لي رأي، أنا لي كذا، ما يجوز لك هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لا تعصي الله لا في قلبك بالنية السيئة، لا تعصي الله ورسوله بالنية السيئة والحقد والضغينة وسوء الظن بالله جل وعلا، ذلك ظنكم وظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. والاعتراض على الله في أحكامه والزهد في ثوابه، إياك إياك. ولا تعصي الله في لسانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أحد الصحابة وقال: اتق الله في هذا، يشير إلى لسانه، أمسك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار أو قال على مناخره في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن الحصائد الألسنة الغيبة، النميمة، البحث، الاستخفاف بالشرع، شيء من أحكام الشرع، الاستخفاف بالسنن،